والله الشتاء كده تقعدي قاعده في البيت فيروز كده بقى وجو تشربي والقهوه هوت والكلام ده. شوكليت بقى الشاي الحاجات دي. طب خلينا نعرف ازاي بقى نستمتع بجو البرد والشتاء والمطر وكل الحاجات دي من دكتور وسام الخطيب استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري والتربوي. صباح الفل يا دكتور. صباح النور. صباح الخير. حضرتك بقى من محبي الصيف ولا الشتاء؟ انا من محبي كل الفصول بس يعني بميل اكتر للشتاء. اصلا طب نعمل ايه في الشتاء؟ نحبه ازاي يعني؟ نحب الشتاء ازاي؟ عشان مين بس مش عارفين نحبه. خليني اقول لكم اولا كده، اعتقد ان ديما من محبي الشتاء ونرمين من محبي الصيف، صح كده؟ والله انا الاثنين من محبي الصيف. انا عاشقه للصيف، انا عاشقه للانطلاق والبحر حتى لو الجو حر. انا عندي دايما يعني كده قاعده، انا الجو حر هشغل التكييف، لكن الجو برد مهما اقعد البس يعني مش هعرف اتدفى الحقيقه، فاحب الشتاء ازاي يا دكتور؟ ده اللي انا لاحظته في المقدمه، ان نرمين قالت بالنسبه لي الكلام يدل ان هي من محبي الصيف. خليني بقى اقول لكم حاجه بسيطه قوي، هو ايه اصلا سبب ان في انقسام ما بين في ناس بتحب الصيف وفي ناس بتحب الشتاء؟ هو اساسا ليه علاقه بطبيعه الشخصيه. يعني الناس اللي بتميل اكتر للهدوء وان هم بيقعدوا في البيت اكتر، دول هتلاقيهم بيحبوا الشتاء. الناس الاكتف اللي بتحب السفر وبتحب تتحرك كتير هتكون من محبي الصيف. في كل الاحوال ما كانش ينفع ان احنا ولا نعيش طول الوقت صيف ولا طول الوقت شتاء. والله العظيم انا نفسي يا دكتور نعيش طول الوقت صيف، يعني لو عشنا والله لو عشنا طول الوقت لا صيف هتزهقي. لا والله ما هزهق، اصل انطلاقه وبحر وبول يعني حياه، يعني طيب الواحد حتى براحته هنعملها ازاي دي مش عارفه. ولكن احنا ممكن نبتدي نحب فصل الشتاء من خلال ايه؟ ان احنا نغير معتقدات معينه جوانا. ما هو احنا بنحب الصيف، زي مثلا حضرتك بتحبي الصيف ليه؟ لانك بتعملي فيه نشاطات معينه بتخليكي دايما حابه ان انت تكوني في فصل الصيف. وبرده بالنسبه للمحبي فصل الشتاء بيبقى نفس الموضوع. فاحنا لو اشتغلنا على المعتقد اللي اوريدي خلاص بقى موجود جوه السب كونشس مايند او العقل اللاواعي، ان البني ادم ده بيحب الصيف نتيجه ان هو بيخرج اكتر، بيقابل اصحابه اكتر، بيحب لبس الصيف اكتر، ما بيحبش يحس بشعور البرد. فكره ان هو يعني فكره الكسل دي بالنسبه له، هو مش من الشخصيات اللي بتحب دايما تكون في السرير، ما بتقدرش تقوم الصبح من كتر بروده الجو. فبالتالي احنا ممكن بس نبتدي نبص على شويه تريجرز او مثيرات تخلينا نحب الشتاء. زي مثلا احنا في الشتاء لو ابتدينا ان احنا نقول ايه، هنصحى الصبح نغير روتين حياتنا، بدل ما احنا صاحيين الصبح نقول يا ربي ده الجو برد، لا احنا هنصحى نشوف اكتر مشروب بتحبيه ايه، اكتر مشروب بتحبي تشربيه ايه هتعمليه الصبح وهتستمتعي وانت بتعمليه، مش فكره ان انت حضرتك هتعمليه وتشربيه بس، لا احنا عايزين نربط فكرنا بالحاجه الحلوه اللي بتتعمل دي، فابتدي ادور من خلال ده على حبي لفصل الشتاء. يعني ممكن نقول ان روتيننا في الشتاء بيبقى مختلف عن الروتين بتاعنا في الصيف. اكيد طبعا، يعني بحتاج اغيره عشان ما احسش بان انا متازمه او متضايقه. بالظبط كده، لان طبعا احنا هنلاحظ ان عدد الساعات بيكون مختلف. فبالتالي هنلاقي مثلا ان فرصه النزول الكتير او زي ما استاذه نازنين بتقول انها تسافر وتقول وي 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 مش هيبقى زي فكره الصيف. اكيد. فمثلا دي حاجه بسيطه. تاني حاجه، ليه ما نبصش ان وقت الشتاء فعلا تبقى دعوه كده لدعم الروابط الاسريه؟ ان احنا بنقعد فتره اطول في البيت حقيقي مع بعض. ايوه. فليه ما نبتديش ان احنا نقول زي زمان كده يبقى في موفي حلو، نعمل سناكس، نعمل بوب كورن، نقعد نتكلم مثلا. وندخن بقى يا دكتور، وندخن بقى. احنا انا قلت الفشار مش بيتخن. يعني حضرتك قصدك ان احنا، يعني انا الاول طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره وسام الخطيب استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري والتربوي. بصي في